تخفف الوحدات الصحية بمحافظة أبين مشقة الطريق على المواطنين في المناطق النائية والقرى البعيدة رغم محدودية ما تقدمه من خدمات طبية. هذه الوحدة الصحية في قرية الجبلة في المنطقة الوسطى بأبين واحدة من الوحدات الصحية التي تقدم خدماتها بشكل واسع للمواطنين الذين يتوافدون إليها من عدة قرى ومناطق نائية للحصول على الخدمات الجيدة التي تقدمها للمواطنين بشكل يومي. تقدم بعض الخدمات مثل معاينة وصرف أدوية مجانية وقبالة ومشورة وأيضا تغذية، واعتمادها الكلي هي على منظمة الـIRC. أما يعني بالنسبة للمكتب الصحة يعني الأدوية هم يعني نادر ما يدعمونا بالأدوية، نادر ما يعطونا يعني أدوية، ونتمنى أن لفتة نظر إلى أن الأدوية مش كافية التي تأتينا من الـIRC، بحاجة إلى أدوية أكثر وأكثر. تخدم هذه الوحدة الصغيرة ما يقارب 10,000 نسمة، ويوجد فيها العديد من الأقسام كقسم التغذية والعيادة المجانية، وفيها الطبيب العام والقابلة وغيرهما، لكنها تعتمد على الدعم المحدود من قبل بعض المنظمات دون أي دعم حكومي يذكر. هذا الوحدة الصحية موجودة في مدينة الجبلة وتخدم أكثر من 10 قرى، كما تقدم الخدمات اليومية للأمراض وكذا تقدم الأدوية بشكل مستمر. كما نشكر القائمين عليها، نطالب بدعم الوحدة الصحية باستمرار لكونها تخدم المواطنين بشكل مستمر. يأمل القائمون على هذه الوحدة الصحية توسعة المبنى ورفضه بالاحتياجات اللازمة من قبل الجهات المعنية التي تتجاهل أوضاع كثير من الوحدات الصحية أقلقت بسبب الإهمال. ويشهد القطاع الصحي في أبين تدهورا بسبب قلة الكادر الطبي ونقص الأدوية اللازمة دون أدنى اهتمام أو خطة عمل لانتشال هذا القطاع مما هو فيه. حيدر أحمد، قناة المهرية، أبين.